اسمي محمد كريم. الشهرة ابو كاظم. انت ترى بيه الضحية عمو. طب عايزينك تقول لنا اللي حصل ايه من الاول. اللي حصل حضرتك انا واقف على شغله، ما فيش غير الولد ده كان في الشغل وجات له ريشه في عينه. فالكلام دوت الصبح جات له ريشه، عقبال ما جه على هنا طلع الريشه، واخد بالك انت؟ عدى عليا لازق لازقه. فالشاب بيقول لي احمد متعور من ايه؟ قلت له ما فيش يا ابني، هو كده كده. قال لي يا عم انا جاي لك، هيجي يفطر عندي او يتغدى. الكلام ده حسبت ايه؟ ما بين العصر حوالي الساعه 3 ونص 4، حوالي 3 ونص 4 في الانجيل، انا ما كنتش صليت العصر لسه. انا بتاعي جاي من الشغل في ورشه الحداده يعني. عدى عليا بيقول لي يا عم جاي لك. ايه يا عم يا ابو كاظم جاي لك؟ وبيضحك. قلت له ماشي يا حبيبي. المهم محمد احمد بيقول لي من متعود من ايه؟ قلت له هيجي يقول لي. ما فيش، من ساعه ما راح لغايه كده نص ساعه يا شباب، نص ساعه. راح الناحيه الثانيه وجيت لقيت التليفون جالي. بنت كبيره بتتصل ليا، اخته وقاعده معايا بنت الصغيره دي وانا شغال. قلت لي الحق كلم اختي. قلت لها رد عليها شوفي في ايه. قالت لي انا قلت عايزين غدا ولا حاجه بعتله. قالت لي بتقول لك احمد ناس مع وراه وجاي له سكاكين عند البيت. طبعا انا قلت كده ده بقول له روح. قلت لها انا بخاف على عيالي قوي. عملت ايه بقى انت؟ خدت بعض وجيت ما جاي ماشي بالروحه وجايب بنتي ديت تحت ايدي ماشي بيها. العروسه الصغيره دي نفس بالعادي يعني جاي عادي. اول ما جيت تروح الشمال ما انزلش، الناس واقفه بس ما حدش بيحوش. جابر واخوه احمد كفته ده ماسكين السكاكين، واحد ماسك مطوه والتاني ماسك سكنتين اللي هو جابر، والتاني ماسك الشيمو واقف على جنب. جابر كابوس. جابر كابوس واقف على جنب. فقلت له يا صدام انا بحكم اللي عرفت بيه انا اعرفهم باحرف البلد كلها، الشباب كله طلع على ايدي. بحكم انكم قريه واحده يعني. قال لا احنا قال السكان يا ابني بس. بحكم وقفتي في الشارع البلد كلها عرف. انت لو سالت اي حد على ابو كاظم هيقول لك تمام. السمعه الطيبه. قلت له يا صدام خد اخواتك وامشي. فقلت له هات الانبوبه يلا، هات الانبوبه يلا. مش معبرك يعني؟ ما اعرفش بيهددني ولا ايه. اتاري في ناس خطفت الانبوبه اللي هم كانوا مولعينها دخلوها عندهم الجيران خبوها. جابوا الانبوبه يعملوا بيها ايه يعني؟ ولعوا وفتحوا ولعوا في الشارع. الانبوبه عشان لما تولع محدش يحوش. ومش والاهالي متدخلين ولا حاجه؟ محدش يتدخل. طب الضحيه احمد كان فين في المنصف؟ احمد في الوقت ده انا لما قلت له كده ببص لقيت ابن اخويا داخل جوه البيت والناس قافله الباب من جوه. واقف شاب اسمه علي كده بتاع 18 19 سنه او 20 سنه وواحد جنب منه. فده بقول له ايه ده؟ ايه ده ما تفرجش نفسك وحقك هيجي لك. ايه ده انا مش عايز يطلع. قافلين عليه من جوه. احنا قافلين من جوه بس مش بترباس بايديك. بايديك. زقوا عليا الباب ورديت له هنموتك هنموتك. فالواد قال لي هو يا عم ما تضيعش حقي. انت واخد بالك انت؟ طب حقي ليه؟ عشان متعور؟ كان متعور؟ قبل التعوير عرفت ان الولد ده عجز بنت اخويا. ولا لو عرفت كنت انا اللي قتلته قبل الخناقه. يعني هو اللي معاك اخت احمد؟ عاجز اخت احمد رايح يكتب عليه قدام، واخد بالك انت؟ في بيتك ساعه ما كان معدي عليا. ايوه ايوه رايح يكتب عليه. طبعا بيداله تعوره كده وتعوره كده فضربوه. الواد ضربوه هناك. احمد ما قالكش بقى لما جالك؟ ما قاليش. احمد كان شديد يا اخويا. زي عمر تلات قال لي يا عم ما تضيعش حقك. لانه معلش عوروه واخد بالك. مش فاكر مالك في البيت وكان فاتحين ابوه بس. الناس كلها لما انت بس حرصت على فكره. أبو بزباز والسكاكين والأب راح فيهم رقم واحدة من التهمين. تلاتة الرئيس مع اتنين تاني. تلاتة معاهم فيهم واحد أخوه. أخو مين؟ فيهم واحد أخو متهم الرئيس. اتنين أخوات. تلاتة أخوات. تلاتة أخوات. تلاتة أخوات. حبيبي والدتهم هم ناس مش كويسين. والدتهم متجوزة كذا راجل فعندهم كل واحد ولد. عندها أربع صغار. بيهم أخ رابع ده ما كانش موجود. حتى الناس بتقول لي قلت لهم ده ما يسموش حاجة ما كانش موجود. في النيابة قلت لهم. وكلهم معاهم سكاكين. اثنين معاهم سكاكين وصدام كان معاه زي عشومه اللي هو التام بتاعه. بيعيش بيعيش الناس. واحمد كان معاه مع شومه؟ احمد خرج بشومه دافع عن نفسه. الله يبارك لك. وفوجئت بحاجه ما كنتش اعرفها. لما مرات اخويا اللي قالتها لي قالت لي صدام قبل انت لما تيجي ضربه بالشومه في جنبه. ففي التشريح ثبت ان الضلوع مكسره. وكان لما انا سمعت مترجم مع الوكيل الثاني قال له الضلوع مكسره. طب واخد بالك انت؟ فعرفت انه كان ضربه بالشومه. وواقف في حنيفه مش عايز حد يخش يا اخويا. مش عايز حد يخش. المهم الولد قال لي ما تضيعش حق يا عمي. هو عامل لي امانه بيسوقوا. الراجل راجل شهم يعني ما يظهرش على النوم. راجل. المهم هم واخد بعضه خارج. هم واخد بعضه خارج. قال له ايه يا بيت؟ دخل عليك السكاكين قام ضربه بالشيب. واخد بالك الولد ما زي شكشك. فابن اخويا متدوخ من كده وهو بيقع على الارض قام حاطط الضربه في قلبه السكينه في قلبه